السلام عليكم. الاول اسف ان انا متاخر، كل سنه وانتم طيبين. وانا بشكر الاستاذ ايهاب فهمي على انه بيسجل لحظات نجاح في عهده، وبشكر الساده الافاضل النقاد العظام الموجودين معانا. ولا تعليق، يعني احنا مش في مجال ان احنا نقعد نقطع في بعض على ان احنا بنتكلم في المسرحيه ونقعد نحللها في المحاضره يعني، ولكن ببساطه شديده احنا احب اقول للاجيال القادمه اللي جايه تتفرج على الشريط ده، عشان هو ده اللي هيبقى لغايه ان شاء الله ما نسجل المسرحيه، انه احنا بنقدم سيدتي انا، وهي مسرحيه ناجحه جدا في الفتره اللي فاتت، ناجحه بشكل غريب جدا، بشكل فظيع جدا. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، ونشكر حضراتكم جدا، والمسرحيه ناجحه الحمد لله. بس انا عايز اوضح بس نقطه في دقيقه، ان احقاقا للحق، وعايز اسجل هذه النقطه قلتها قبل كده في السوشيال ميديا وقلتها في اللقاءات كلها، ان هذا العرض الذي بدا البدايه الحقيقيه لهذا العرض هو الفنان الكبير القدير الاستاذ ايهاب فهمي. العرض ده انتاج الاستاذ ايهاب فهمي بدايه، حتى قبل العرض بشهر ونص، يعني العرض كان اكتمل اساسا يعني، وبعدين جه الفاضل الاستاذ الكبير برضو دكتور ايمن الشوي استكمل العمليه. فاحقاقا للحق الاستاذ ايهاب فهمي كان معانا من اول دراماتورج، التعاقد مع الفنانين، الديكور، الملابس، شراء الشاشه، كل العناصر اللي استخدمناها في العرض المسرحي كانت كلها احقاقا للحق يعني. وانا بسجل ده ان هو كان حقيقي فعلا بنسبه 85% لغايه ما العرض انتج. بعدين بعد ما انتج والحمد لله العرض نجح، جاي يسجل برضه. تجاره بقى، شوف انتوا عايزين ايه. اتفضلي. اتفضلي يا استاذه سميه، معاكي دقيقه. دكتوره وفاء ودكتور سيد، وسعداء بوجود حضراتكم معانا، وكل الاحترام والتقدير لحضراتكم، وكل النقد طبعا مقبول بكل حب واحترام. دكتور سيد قال كلمة مهمة جدا في اول كلمته، ان العلاقة بين الفنان والناقد زي طرفي المقص، دي علاقة تكاملية مش علاقة قائمة على الصراع، ودي انا شايفة كلمة مهمة جدا جدا. احترم حضرتك جدا، وما ينفعش الفنان يشتغل من غير عين الناقد، ويعني احنا بنكمل بعض حقيقي. انا بس عايزة ارد على كلمة حضرتك قلتها، ان انا اجي على خشبة المسرح، ان انا اشتغل مع استاذ محسن رزق ما اخدش مني ثانية واحدة تفكير، لان انا شفت شغله قبل كده وحبيت جدا واحترم جدا شغله والديديكيشن بتاعه وحبه للعمل، وما اخدش مني تفكير ثانيه. انا قلت له يلا، لان انا نفسي اشتغل معاه من زمان، واحترمه جدا جدا كمخرج مسرحي وكفنان كبير، وانا متشرفه ان انا بشتغل معاه ومع زمايلي طبعا اكيد دكتور فريد النوراشي واخويا حبيبي نضال الشافعي. فما اخدش مني اي تفكير يعني. الوقوف على مسرح الدوله زي ما استاذ محسن قال، نرفع القبعه لكل من يعمل في هذه الظروف على خشبه مسرح الدوله، ولازم نحترم كل الفنانين اللي بياخدوا من وقتهم ومجهودهم وان هم يجوا يقفوا على خشبه المسرح، واحنا محتاجين نعمل ده. وده نداء لكل فناني مصر ان هم يجوا يعملوا مسرح لجمهور بلدهم، لان هو ده الجمهور اللي بيصنعنا في الاخر. ولكن احنا محتاجين برضو سبورت كبير جدا من الدوله ومن البيت الفني للمسرح يدعمنا بشكل اكبر، لان احنا بنواجه الحقيقه صعوبات كبيره بيذللها لنا اصدقائنا واخواتنا زي الاستاذ ايهاب فهمي والاستاذ ايمن الشيوي، مشكورين وقفوا جامد جدا وراء العرض، لكن احنا بيقابلنا عقبات كتيره جدا جدا يعني، ممكن تطفش نجوم كتير حقيقه يعني حقيقه. فانا الحقيقه بشكر حضراتكم جدا وميرسي على اي نقد اتقال. وانا بس هرد حاجه تانية، العرض ده اخد 5 جوائز، ده غير الجوائز اللي بتتاخد فرديه لينا
انا الحمد لله رب العالمين حصلت، مع ان دي تاني مره بس اقف على خشبه المسرح، من مكانين لحد دلوقتي، ال 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 ايوه دير جست. الحمد لله اول مره انا باخد احسن ممثله مسرحيه 2023، وبرده في مهرجان الفضائيات العربيه اول مره يعملوا جايزه للمسرح واخدت احسن ممثله مسرحيه 2023 بفضل الاستاذ الكبير محسن رزق وزمايلي، والعرض واخد احسن عرض مسرحي. واكبر بقى جايزه واخدينها بجد هو الجمهور اللي بيرجع يشوف العرض مره واثنين وثلاثه، فده الواقع اللي احنا بنشوفه، وده جايزتنا الكبيره الحقيقه. شكرا لحضراتكم جدا وميرسي جدا. انا باختصار بس عشان الطايره، عشان عندي الاساتذه عندهم كل التقدير والاحترام للاساتذه الكبار اللي موجودين هنا يعني، وبشكرهم جدا على رايهم الناقد وبحترمه جدا وبقدره جدا جدا جدا. بس باختصار شديد برضو انا هرد على نقطتين باختصار. نص برنارد شو لما اتعمل قبل كده مع نسخه العظيم بهجة قمر، دي كانت نسخة مصرية ملناش علاقة بيها خالص، فما فيش مقارنة أصلا ما بين الأستاذة داليا والأستاذة شوكار أو أيا كان يعني، إن ده منتج وده منتج تاني خالص. بالنسبة لزمن طول العرض، أنا ليه علاقة بالجمهور وعلاقته بخشبة المسرح. أنا ممكن أعمل عرض ساعة واحدة بس والناس تطلع منه مملة جدا وتمشي من نصه، وممكن أعمل عرض 10 ساعات والناس طالما قاعده ومستمتعه ومستنيه لغايه اخر لحظه وبيسقفوا لنا وبيحيونا وبيجوا مره واثنين وثلاثه، فانا بعمل عرض للناس دي مش لراي فرد. فدي المنتج نفسه فيه متخصصين شافوه كبار، وزي حضرتك متخصصين هنا بتقول لكم كل التقدير والاحترام، ربنا سبحانه وتعالى نفسه اختلفوا عليه، فاكيد كل الاحترام للاختلاف اللي بتقوله حضرتك. لكن انا بقول اني لو انا بعمل العرض بتاع برنارد شو اللي هو في جمهور القرن 19 والجمهور هنا، مفيش حاجه اسمها كده من وجهه نظري، انا ضد الفكره دي. انا فكرتي عموما عن الفن المنتج هو اللي بيفرض نفسه، انا عامل منتج مكتمل العناصر دي حاجه. تاني نقطه يا دكتور، في فرق كبير جدا يا دكتور بين اللي قاعد في التكييف وبيكتب وبين اللي بيشتغل في مسرح الدوله. انا اي حد بيشتغل في مسرح الدوله انا ارفع له القبعه ورسمي عشان يشتغل في مسرح الدوله. حقيقي فاحنا بنسيب كل حاجه. العرض ده بقاله سنتين علشان يطلع على خشبه المسرح وجود الاستاذ ايهاب فهمي، احنا بنسيب كل حاجه. العرض دوت واخد جوائز كتيره جدا. انا واخد جوائز قبلها كتير جدا، بس ده ما يهمنيش خالص. انا يهمني راي الناس وراي الجمهور والمنتج اللي بيقدم. تفسير برنارد شو او الدراماتورج اللي معموله، حضرتك بتقول لي في عدم وعي، لا انا اختلف مع حضرتك جدا جدا يعني في النقطه ديت. لا، او التفسير اللي انا بفسره مش لازم يتواءم مع فكر برنارد شو اللي قدمه في القرن ال 19. افرض انا بقدم رؤيه جديده، بقدم فكر جديد، انت حضرتك بتقول هترجعها تاني الرحم. افرض انا عايز اقدم اقول ان لغه الحب، لو دق الحب بابك افتح له اوان. انا بقول بلغه الحب، الحب هو اللي غير الدكتور، وزي ما هو غيرها هي غيرته. قصدي اقول كده، ولا هو اللي عمله برنارد شو ده قران لازم نمشي عليه، وان هي ما يرجعلهاش في الاخر ويعتذر لها. انا هنا بنتصر للمراه اصلا، ودي وجهه نظري يا عمر، دي وجهه نظري، حضرتك تتفق تختلف معاها لك كل التقدير والاحترام يا دكتور سيد، وانا بحترم جدا حضرتك وبحبك جدا على فكره يعني. بالنسبه لمشهد السيرك، الاغنيه بتقول الدنيا دي مسرحيه، الدنيا دي مسرحيه، فهو بيقول لها ان الدنيا كلها قايمه على السيف، قايمه على الكذب. فعلشان تنجحي لازم تبقي زي عالم السيرك ده، حتى لو جواكي حزين تقدري تلبسي قناع وتلبسي ماسك، زي الطبقة الأرستقراطية كلهم لابسين ماسكات ولابسين أقنعة. ليس له علاقة بالعرض، مش عارف. جزء من التعليم. مش عارف. بالنسبة للمشاهد اللي حضرتك بتقول عليها تكثف، التيمة دي لما اتعملت أستاذ فؤاد المهندس عملها، كل التيمة دي اتعملت 600 مرة.
اهم مرحله في التيمه دي مرحله التعليم. تعالوا نشيلها كده يا دكتور. انا هعرف ازاي؟ ايوه انا هعرف ازاي يا دكتور سيد؟ انا هشيل منطقه التعليم، شلتها من المسرحيه زي ما حضرتك بتقول، انا شلتها خالص. حضرتك انا شفت فين المفارقه؟ مرحله التعليم ازاي هي اتغيرت؟ شفت فين؟ حتى كشكل. تاني حاجه يا دكتور، انا مش برد على دكتور سيد يعني، لا ده انا بحب محبه والله العظيم، انا بحب دكتور سيد وده مربين، فانا متربي كمان على نقد فانا بحترمه جدا، لكن انا بقول عشان الردود بس عليه. انا بقول ان من عناصر الابهار عند الجمهور فكره ان الفنان والنجم اللي معايا يبقى مستريح. لا انا مش كنت بسيب النص المسرحي او بزود عشان يطيل النجم، لا خالص. النجم كان شغال على الدور وانا اشتغلت معاه على الدور، والاساتذه اللي قاعدين على خش مسرح دول تعبوا 10 شهور بروفات، فاحنا قيسينها، لا ظبطينها بتفاصيل كتيره جدا. ساعات كتيره جدا يا دكتور بيبقى اللي بيبقى على خشبه المسرح غير التفاعل مع الجمهور والتعامل مع الجمهور الممثل. كل ليله اتعرض فتلاقيه هو بيندمج اكتر، بيزود شويه، بيتفاعل، بس في اطار، في حيز وفي بيزك احنا شغالين عليه، لكن ما بتخرجش عنه يعني خالص. بس فانا بشكركم جدا، ولو حد من الاساتذه عايز يرد، استاذ داليا ثم دكتور فريد ثم الاستاذ ميدان. الكلام لو ندوا ده خلصت كمان ربع ساعه، واحنا وثقنا الكلام ده فقط عن العرض، دي مشكله بالنسبه لي. الاستاذه قالت لحضرتك دقيقه، ارجوك يا استاذنك يا استاذ دكتور سيد حبيبي، لا مش انا مش عايز اتكلم خالص، بس ارجوك بس يبقى في توازن بس في الحوار، لان الكلام ده فقط ده اللي هيتسجل، احنا قايمين دلوقتي نعبد، فخلي بس الاساتذه يردوا، يا ريت في عجاله دول. اتفضل يا دكتور. انا بقفل الكلام ومش انا حته منه وهو حته مني، وفكرتوني باضاءه ودفء المسرح القام. انا شرفت بهذا المسرح اني كنت بحضر في اول ذكرى لاكتوبر في برميل، عملت هنا بارليف وكنا شباب لسه، كان معايا في الشام وكان معايا سميه وكان معايا سمير حسني الله يرحمه وسرعت منه، ورحنا الجيش الثالث على ضوء مسرح القمر. وبعد كده عملت هنا الست هدى مع سمير عصوي، قبليها طبعا الست التنانين، كان ليا الشرف ان اعبو هذه الخشبه اللي وحشتني جدا، وانت فتحت نفسي ان اعود اليها. عملنا ازيس بحضور الصوت المصري حسني مبارك والحكيم وصلاح جليل واساطير الثقافه المصريه كانوا معانا في هذا التاريخ. السادات انا بتكلم على فتره كل 10 سنين كان ليا الحظ اني اقف على هذه الخشبه، انتوا فتحتوا نفسي بيها، وبعدين انا سعيد بيكي جدا وكنت سعيد بفريق وحبيبي الدار ومحسن طبعا. انا يمكن ابتعدت للمشاهده، يمكن المدام الدكتور رفاق يعني تشجعني اكثر للحضور، انتوا فتحتوا نفسي لدرجه إن اعتذرت كتير عن المسرح، لأن أنا أساساً ابن الفرقة الاستعراضية، أنا شفت مسرح البالون يعني سنين طويلة أوي، فحالياً يمكن اعتذرت من 6 شهور على حاجة ما عجبتنيش، أنا أنف شوية. أنا بحضر دلوقتي أوبرا في البالون برضو، إخراج أوبراني جميل عبد الله سعد، وان شاء الله ارجو التوفيق فيها لانكم فتحتوا نفسي. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، واخر عرض بكره ونشوفكم جديد. شكرا. والله العظيم والله العظيم والله العظيم المسرحيون مقهورون مظلومين من داس حقهم، الناس اللي بتشتغل مسرح في مسرح الدولة، والله العظيم والله العظيم بجد حقيقي احنا نرفع لهم القبعة، لأن حقيقي بجد يعني في عروض كتيرة شغالة في مسرح الدولة
وبقالها شهور كتيرة، وفي الظروف الاقتصادية اللي فيها البلد والناس ما قوضتش ومع ذلك مستمرة. احنا ياريت نشجع الناس دي، ياريت نشجعهم نديهم طاقة نديهم حياة، لان لو ما كانش في تشجيع والله، وده تسجيل انا بسجله، احنا سنتين ثلاثة والمصلحة هينقرض عندنا، هينقرض. شكرا 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 شكرا. مساء الخير. يعني انا سعيد بوجودي في مسرحي وفرقه المسرح القومي اللي هو مناره المسرح في الشرق الاوسط كله. شرفت ان انا كنت مدير هذا المسرح 3 سنوات. انا هاخد بس من جمل قالها الاستاذ محسن وقالتها مدام داليا كده كاميرا بس. الحقيقه المركز القومي لما جه اللي من دوره تسجيل الندوات او اقامه الندوات، كان ما ينفعش ان انا ما ابداش بمسرحيه سيدتي انا. سيدتي انا بعيدا عن مشروع، بعيدا عن هو مشروع حياه، استاذ محسن كان مؤمن بيه منذ سنوات كثيره جدا، ويمكن قبل ما يقدم رسمي للمسرح القومي كان في اعداد وجلسات كثيره جدا عشان يصل هذا المشروع اللي انتم شفتوه النهارده او اللي بتشوفوه على مستوى الايام، كمشروع كبير وضخم جدا. انا بس هاخد جمله مهمه جدا، استاذ محسن محق تماما ومدام داليا تماما في كل العواقب او العوائق التي تعيق الممثل في مسرح الدولة. ومع ذلك الحمد لله لما الواحد كان عنده القدرة انه يبقى على منصب الادارة او القيادة، الحمد لله في الكوميدي انا عملت ده، في القومي انا عملت ده. كل زملائي انا بشكرهم بقول لهم ميرسي، لانهم ضحوا بحاجات كتيرة جدا جدا جدا. انا ما بذلتش معهم مجهود لانهم بيحبوا البلد دي وبيحبوا المسرح ده، بيحبوا فنهم، لكن هم بيقدموا حاجه مهمه للمسرح ده وكانوا مؤمنين بالقضيه. فلازم لما بنشيد بادائهم نشيد باسلوكهم الفني واخلاقهم الفنيه العظيمه، انهم تنازلوا عن حاجات كتيره جدا. والحاجات دي على فكره مش فلوس او ماليش دعوه ومش الفلوس ولا الحاجات دي، انهم بيعملوا المسرح وهم مؤمنين بالقضيه. سيدتي انا 1000 جنيه. طب اعمل حاجه تاكل ايه؟ طب اكمل؟ ما تجينيش اتكلم يا دكتور. سيدتي انا مشروع عظيم جدا، انا شرفت ان انا كنت موجود فيه زي ما الاستاذ محسن لحد يمكن قبل افتتاحه بشهر ونص، وجه زميلي النجم الكبير الدكتور ايمن الشيوي بذل مجهود عظيم فتره قصيره جدا عشان هذا العرض يطلع للنور. انا كنت بس بقول كلمه لازم اسجلها في حق هذا العرض، انا بشكر كل الزملاء وكل العاملين في المسرح القومي. المسرح القومي ده فيه اعظم رجاله في المسرح بيتعبوا عشان فنهم، بيتعبوا عشان المسرح ده يشتغل. نتمنى العروض القادمه، نتمنى المسرح المصري كله الازدهار، لان احنا جنود الشرق، وطول ما عندنا نجوم وممثلين جامدين جدا مصريين موهوبين موهبه خاصه هنقدم عروض مهمه جدا. نقادنا اعتقد ان مفيش في العالم العربي والشرق الاوسط مستوى ثقافه ومنهج نقدي زي نقاد مصر في المسرح وفي السينما وفي التلفزيون. الحقيقه انا اطلت على حضراتكم، شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نتفرج على عرض جميل لنادي، وبشكر كل زمايلي وبشكر المركز القومي للمسرح وكل اللي عاملين فيه. شكرا. يقعد 10 ساعات يتفرج عليه، انا جمهور عادي، يعني مش هتكلم على ان انا ممثله ولا ليا في المسرح خالص. انا كجمهور عادي من اول ما دخلت المسرح لحد ما خرجت، مش عايزه اغمض عيني، مش عايزه اقوم، مش عايزه يحصل انتراكت، مش عايزه اي حاجه تحصل تخليني ابعد دقيقه واحده على العرض. تكنولوجيا وحاجات كتير قوي بتقدم بيها المسرح اكيد مش هيبقى في اي مقارنه، لان الموضوع زمان ما كان زي دلوقتي خالص، فاختلفت تماما تماما. يعني كنت عايزه اتكلم في حاجه مهمه تاني وهي نسيتني، عايزه اقول التمثيل طبعا هايلين، انا برضو يعني مش هتكلم في ده. بالنسبه اللي قدمه استاذ محسن، انا شايفه وعايزه اواجهك بحقيقه غريبه جدا، في جيل جديد ما يعرفش سيدتي انا اصلا، سيدتي الجميل ما يعرفش اصلا العرض، ما قراش برنارد شو. عايزه اقول لحضرتك هم خلانا نقرا الكتاب، انا لو بحب كتاب وقريته من اول الجلده وشدني هقعد ان شاء الله اخلصه بعد 10 ساعات او 3 ساعات او ساعتين،
هو قدمني حاجه. الجيل الجديد صدقني ساعات بسال الناس انت شفت سيد الجميل عشان خالد بيقول ما اعرفهاش اصلا، ما يعرفوش نجوم كتير. بشكر محسن ان هو اعاد، استاذ محسن طبعا بلغ يعني انه اعاد عرض مهم للجيل الجديد ان يشوفه بشكل جديد جدا. بحييكم كلكم، انا انبسطت وكنتوا تستحقوا جوائز كتير، تستحقوا الجوائز لان تعبتوا قوي 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 قوي، عملتوا حاجات كتير جديده عليكم. استاذ محسن عمل حاجه انا بشوف انها من اهم العروض اللي اتقدمت الايام اللي فاتت، وهيفضلوا كتير يتكلموا عن العرض ده لقدام كتير يعني قوي. شكرا ليكم واسفه لو طولت، كنت عايزه اقول لحضرتك ودي بس. شكرا لحضرتك جدا. في حد من الجمهور يحب يضيف اي حاجه او يسال استاذ محسن؟ طيب سيدتي انا بدي اقدم حاجه كده تقدمها نجمه العرض الاستاذه داليا البحيري لمدير عام المسرح القومي الاسبق الاستاذ ايهاب فهمي عشان اوثقها يعني بعد اذنك. ميرسي يا داليا. انما لو قلت ضرب فلوس انا اقدم حاضر. اهم انجازات العرض انجذاب الزبون.